إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. شرحنا المادة الجيلاتينية وظيفتها إيه، شرحنا البلازما ومعاملات النمو وظيفتها إيه. عندنا حاجتين كمان، الحاجتين دول بيعملوا تقريبا نفس شغل البلازما لكن أرخص في السعر وأضعف شوية. فاهم قصدي إزاي؟ بمعنى إنه ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. إيه هما؟ اللي هي البرولوثيرابي او الدكستروز. ده بيبقى سرنجه كده، كل السرنجات معقمه سواء الماده الجيلاتينيه وكده لازم تيجي مغلفه ومعقمه كده. فده اهو الماده دي او البرولوميكس دوت بيجي عباره عن دكستروز وصوديوم بايكارب وليدوكين، يعني مجموعه من الحاجات بتكون العشرة ملي بتوع البرولوثيرابي. البرولوثيرابي او الدكستروز، الناس بيسموه مجازا دكستروز لكن هو مجموعة حاجات كتير قوي. والاوزون، الاوزون هو جهاز بندخل له اكسجين من ناحية، يطلع اكسجين نشط من ناحية التانية، يبقى في سرنجة فاضية كده، انت تشوفها كأنها سرنجة فاضية، يعني بتحطها في الجهاز والجهاز يملاها هواء، الهواء ده اكسجين نشط. فبنحقنها برضو في الركبة، ممكن نحقنها في أي مكان في الجسم ليه وجع. البلازما البرولوثيرابي والأكسجين ممكن نحقنه في الرقبة كمان وفي الظهر وفي أماكن مختلفة من الجسم. هو بيشتغل نفس شغلانة البلازما، يعني بيحفز الأنسجة علشان تبني نفسها، لكن هو أضعف شوية وأرخص شوية، ونقدر نعمله كأنك بتعمل الحاجة بالتقسيط. يعني البلازما بعملها مرة واحدة بتبقى غالية، ممكن انا اعمل البرولوثيرابي والاوزون كل شهر مثلا، كأنك بتاخد نفس النتيجة بس بالقسط لو انت معكش فلوس، وما بتعملش التهاب شديد زي البلازما. ما هي اضعف من البلازما، ما هي كل ما هو يبني اكتر كل ما بيعمل التهاب اكتر. فاحنا عندنا الاوزون او الاكسجين النشط بيحفز الكلام ده، والبرولوثيرابي كمان. الميزة في ان البرولوثيرابي ان احنا نعمله بالقسط زي ما بيقولوا، ان انت ايه ممكن تحقنه جوه الركبه عشان الرباط الصليبي، ما هو بيحفز الاربطه بالاساس، نحقنه بره الركبه علشان الايه الرباط الخارجي او الرباط الخارجي والرباط الداخلي. يعني هو مفيد اكتر للاربطه، الرباط الصليبي والاربطه الخارجيه، مفيد للعضلات، يعني ده وتر، دي الصابونه بتاعت الركبه، ده الوتر بتاع العضلات. فلو انت مثلا جالي حد عنده الأربطة فيها مشكلة، فالأربطة والأوتار اللي حوالين الركبة أو في مزق في الرباط، يعني ما فيش قطع كامل، فالبرولوثيرابي ده كويس، حل رخيص جدا، والأكسجين النشط حل رخيص جدا، وعلى قد الأربطة والحاجات دي. فلو انت هتبتدي عايز تتعامل صح أو زي ما بيتعاملوا في أمريكا، لكن المشكلة عندنا الفلوس. لما انت والمريض عايز، انا جايب الفلوس والمريض معذور، انا على فكرة مش القصة دي، لكن يعني المشكلة ان مفيش تأمين صحي، يعني ان كل مريض بيدفع فلوسه. فانت دلوقتي لازم تحقن الجيلاتين تمام عشان تفصل العظم عن بعضه والعظم يبتدي يلتئم، عايز تحقن البلازما او معاملات النمو، البلازما او معاملات النمو، يعني الاثنين حاجة واحدة، مفيش داعي، الاثنين مش مع بعض، عايز تحقنهم علشان العظم تساعده على انه يلتئم، عايز تحقن البرولوثيرابي والاكسجين علشان الاربطه اللي فيها مزق. فانت بتعمل كل حاجه، لكن المريض لو معهوش فلوس لا هيتصرف ازاي في القصه دي؟ معهوش فلوس، ولو هو معهوش فلوس هيقف ماسك مسدس للدكتور كده، انا هخف ولا مش هخف؟ ده انا جايب الفلوس بالعافيه، ده انا سالف الفلوس، ده انا عامل الفلوس 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 الفلوس. هتلاقي الدكتور، انا بخاف، انا عن نفسي بخاف، ببقى عايز اعمل للمريض ده وخايف ان هو ما يخفش يفضحني، يعني فاهم قصدي؟ فاي دكتور بيخاف على سمعته بيبقى خايف، مش عايز يعمل لحد حاجه، ما حدش هيعمل له حاجه يعني. لكن وليه المريض يلومني اساسا؟ خلاص، وليه احس بالذنب انه راح استلف فلوسه وما جابش نتيجه؟ ما انا ما اقدرش اضمن له ان الماده الجيلاتينيه يعني هتخلي العظم يلتئم، ولا اقدر اضمن، ما اقدرش اضمن له حاجه. لكن كل حاجة، عشان كده المريض يقول لك ايه، يسمع دكتور بيتكلم عن البلازما يرتاح له نفسيا، يقوم يعمل البلازما من غير ما يعمل جيلاتين. طب اديكوا فهمتوا ازاي اعمل بلازما وانا عندي احتكاك في العظم ما فيش جيلاتين. يبقى انت لو معكش فلوس اعمل جيلاتين اولى، تمام؟
والله معاك فلوس كمان اعمل يعني ساعد العظم ان هو يلتئم، معاكش فلوس خالص نلجأ للأرخص، وده مش غلط يعني، ده مش غلط، ما يقدر على القدرة اللي ربنا. يعني واحد معهوش فلوس هيعمل يعني ما يقدرش يعمل حاجة، طب ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. ممكن بقى ان انت حضرتك، وده نصيحتي، ان انت احقن هياليورونيك ضعيف، يعني حقنه واحده من دي مثلا تقعدنا شهر تحمي الركبه شهر مع البرولوثيرابي، فيبقى انت عندك واحده برولوثيرابي مع واحده من دي بفلوس قليله اعملها كل شهر، يبقى انت ما خسرتش حاجه، حميت الركبه وعملت. المشكله ان انا بلاقي الناس اللي هم غير قادرين، لا هو عايز احسن، هو عايز اغلى حاجه. طب يا سيدي ما ربنا عوضنا بحاجات تانية ارخص، لا انا عايز اغلى حاجه، ويفضل نفسيته تعبانه انه مش قادر يعمل اغلى حاجه. طب ما انت تقدر البرولوثيرابي ده كانك بتعمل اغلى حاجه بس بالقسط، فليه تضغط على نفسك؟ تمام. فاللي يقدر يعمل الحاجات كلها، كل حاجة وليها وظيفة، وربنا هو الشافي. ده ما يضمنلكش، مش عشان دفعت فلوس وعملت كل حاجة يبقى لازم غصب عننا تخف، احنا ما نعرفش مين اللي هيشفى ولا لا. وممكن واحد يعمل أرخص حاجة وربنا يكتب له الشفاء، هو على قده كده، ربنا قلبه أبيض، ربنا كرمه. وممكن واحد ما يعملش حاجة وركبته تلتئم، يعني واحد كبير في السن وحالته صعبة جدا، ويرتاح شوية في البيت يقوم العظم يخف لوحده من غير حاجة خالص. فمش لازم تتعالج عشان تخف انت، بس ربنا. في ناس يعني في دكاترة، في واحد دكتور باعت يقول لي يعني انت عمال تقول لهم ربنا هو اللي هيخففك وبتاع، انت وظيفتك ايه؟ انت لا تصلح الا راعي ابل. ده دكتور من الجزائر باعت يقول لي كده، يعني انت كده انت ما تنفعش دكتور، انت تصلح راعي ابل. يا سيدي انا موافق، انا برعى المرضى ويعني وما عنديش مشكلة، انا مؤمن تماما تماما. وعلى فكرة الطب كمان بيقول كده، مش مسألة ايمان، ان زي ما انا بقول لكم ان ممكن تسيب العظم يخف لوحده. طب واحد عنده 70 سنة ممكن يخف لوحده؟ اه ممكن، صحيح الاحتمالات ضعيفة، بس ايه اللي يمنعها؟ ربنا لما بيقول لحاجة كون فتكون. وهي ما شوفنا في الطب، يعني الطب اكتر حاجة تعلم الواحد الايمان. مريض ما تعالجش خالص، نبص نلاقي العظم خف وركبته بقت زي الفل من غير ما يحقن ولا جيلاتين بقى ولا حاجة تفصل ولا الكلام اللي أنا بحكيه ده كله، ارمي، ربنا سبحانه وتعالى أراد. واحد تاني عمال يعمل جيلاتين ويعمل بلازما ويعمل برولوثيرابي وبرضه موجوع، ما بيخفش، ربنا مش عايزه يخف. تمام. بيمتحن يعني ملناش علاقة احنا ليه. طب ما الطب بيقول ايه في الحالات دي؟ بيقولك ان في احتمالات، في ناس بتستجيب وناس ما بتستجيبش. طب يا طب يا علماء، انتوا مش عارفين ليه ده بيستجيب وده ليه ما بيستجيبش؟ اه احنا ما نعرفش، الابحاث ليل نهار لغايه دلوقتي ما تعرفش ليه ده بيستجيب وليه ما بيستجيبش، وليه اللي خف ده خف لوحده. يقول لك اصل قدره الجسم قويه، هي اراده ربنا سبحانه وتعالى، شاء من شاء وابى من ابى. فاهم قصدي ازاي؟ لا الدكتور بيخفف ولا الطب والعلم بيخفف، ربنا هو اللي بيخفف، هو اللي بيشفي. اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز يصدق ما يصدقش. والدكتور اللي شايف نفسه عظيم لما بيعيا ما بيعرفش يعالج نفسه. تمام. فعلقوا أملكوا بالله، لا الفلوس هتخففكم، لو معاك فلوس وعملت كل حاجة مش شرط تخف، ولو معاكش فلوس محدش يقول انك مش هتخف، ان شاء الله هتخف وكل حاجة تمشي تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وغدا ان شاء الله تكون آخر حلقة عن التردد الحراري بتاع الركبة، نشوفكم على غدا ان شاء الله.